مين اللي اطلق عليه بوجهه؟ اطلق انا ضربت عليه بوجهه. اسمي عبد القادر محمد وليد ابو حجر، متزوج، عندي بنتين. مواليدك؟ 86. شو بتشتغل عبد القادر؟ عامل. وين؟ بين مدينة معركة النعمان. طبيعة عملك؟ كديس حجر. طلعنا من التربية لبسنا جلابيات شماخات وطلعنا من التربية، صفينا السيارة قبل الصيدلية بعشر امتار، نزلت انا ويحيى على الصيدلية، اتعالج هو الصيدلي. شو كان في اثنين جوا طالعون في راس لبرا، تعالج هو الصيدلي شوي على انت مخبر انت كذا انت كذا، قوس رصاصتين وانا قوست رصاصتين وفات في راس كمان قوست رصاصتين، وطلعنا من الصيدلية رجعنا نزلنا يحيى. حدا شافكم لما طلعتوا من الصيدلية؟ لا. ما حدا تعرف عليكم؟ لا، بس طلعنا من الصيدلية رحنا نزلنا يحيى على طريق ترمنس ورحنا على المحل عند يوسف، بركنا بالمحل ركبنا النمر وكأني يعني ما في شيء.